لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد السابق رحمه الله: توزيع الزكاة على المستحقين كلهم أو بعضهم. الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة المذكرون في الآية هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والأرقاء أو وفي الرقاب يعني والغارمون وأبناء السبيل والمجاهدون. وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم، فقال الشافعي وأصحابه: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل. متى يحدث ذلك؟ يحدث في الأموال الباطنة التي لا يجمعها الإمام ويمكن أن يفوض إخراجها إلى الناس، وإنما اللازم جمعه على الإمام هو الأموال الظاهرة من الأنعام ومن الزروع. أما الأموال الباطنة التي هي النقدين النقود، فهذه يصح للإمام أن يطلب من الناس جمعها، وهنا سيعين عاملين عليها، ويصح أن يوكلهم في إخراجها. وما عدم انتظام بيت المال من عصور طويلة قديمة، صار الناس هم الذين تولون إخراج الزكاة في الأموال الباطنة بل وفي الأموال الظاهرة. وبعد غياب الدولة الإسلامية منذ قرون طويلة أيضا، أعني التي تهتم بهذا الجانب وتنظم جمع الأموال بناء على ذلك، قد وجدت الدول الإسلامية لكنها لا تنظم هذه الطريقة، هذا الأمر بطريقة صحيحة. منذ عهود المماليك والدولة العثمانية كانت جباية الأموال ليست بالطريقة الصحيحة، بل كانت تجبى أموال من الناس دون ضابط الزكاة وتنفق في غير مصارفها كذلك. وبالتالي فكان أمر الزكاة مضطربا منذ قرون متعددة، وصار الناس هم الذين تولون هذه المهمة. فهنا لم يعد هناك سهم للعاملين عليها في هذه الحالة، والوكيل قائم مقام المالك. ولذلك قلنا أن الجمعيات الخيرية وصناديق الزكاة والقائمون لجان توزيع الزكاة، لجنة الزكاة الموجودة في كثير من المساجد، كلها وكيلة للأغنياء. فلا يجوز للجمعية الخيرية ولا للعاملين عليها صرف مرتبات من الزكاة بأن هذا من سهم العاملين، لأنهم وكلاء للأغنياء لم يعينهم الإمام ولم يأمر الإمام ولا الحاكم بالإلزام بجمع الزكاة، وإنما جعلوا هذا أمرا اختياريا، خصوصا بعد وجود القوانين الوضعية التي تمنع جباية الأموال دون إذن من البرلمانات ونحو ذلك وبقوانين وليس منها الزكاة عندهم. الضرائب لا تقوم مقام الزكاة باتفاق أهل العلم، وليست تصرف في مصارفها، وليست تجمع بأنصبتها ولا بمقاديرها، لذلك لا يصح أن تجعل مكان الزكاة. وبالتالي فهذه الجمعيات واللجان وصناديق الزكاة كلها عن طريق الوكالة عن الأغنياء. ومن هنا قلنا أنهم لا يصلح أن لا يصلح أن يأخذوا مالا بناء على عملهم، بل هو عمل تطوعي، أو ليجعلوا ذلك من المال على أجرة لهم من مصادر أخرى غير حق الفقراء. لابد أن يصل هذا المال للفقير كما هو، كما قد خرج. الصدقات العامة أمرها واسع، وكذلك لا يصح لهؤلاء الوكلاء
مثلا أن يعتبروا قبضهم للزكاة قبضا لها من الفقراء، إلا أن يتوكلوا عن عدد محدد من الفقراء يأخذوا وكالة منهم معينين يقبضون لهم الزكاة، فإذا وقعت في أيديهم صار ذلك قبضا لها من الفقير بهذا التوكيل، كما ذكرنا مثل هذا الأمر في جلود الأضاحي ومسألة بيعها من هذا الباب أيضا. فما فائدة مهمة في مسألة المالك أو وكيله، وكيل المالك في مسألة موعد إخراج الزكاة، وذلك أن كثيرا من الناس يخرج الزكاة في موعدها الواجب عليه، وربما لم يخبر الجمعية أو اللجنة أو الأفراد القائمين على صندوق الزكاة بأن هذا المال متى موعد الوجوب في حقه، فربما أراد أعضاء هذه اللجنة أن يقسطوا هذه الأموال على الفقراء ويؤخروا. بعض الجمعيات بلغ وهي تجمع أموال زكاة علنا، أخبرنا بعض القائمين على البحث عن هذه الجمعيات أن بعضها يبلغ في رصيده في البنوك نحو 3 مليارات من الجنيهات، وجمعيات كبرى أيضا حتى مشهورة يعني كثير من الناس يدفعون لها الزكاة وأرصدتها في البنوك هائلة. هذا الأمر خطير جدا، لأن ذمة الأغنياء لا تبرأ بتوصيلها للوكيل حتى تصل إلى وكيل الفقراء أو إلى الفقراء أو إلى مصاريفها، يعني لأن هذه الجمعيات هي وكيل عن الأغنياء عن أصحاب الزكاة، فلا بد أن يكون هناك معرفة بتاريخ استحقاق الزكاة، تاريخ وجوبها يعني، وبالتالي لا تؤخر عنها إلا أن يكون ذلك من قبل الحاكم المسلم الذي يجمع الزكاة بنظامها الشرعي وفق آليات موافقة للشريعة في الأخذ والإعطاء، فعند ذلك يمكن أن يكون العاملون عليها يعني يأخذون أجرة، ويمكن أن يكون استلام المال من الغني مبرئا لذمته لأن الحاكم وكيل عن الفقراء والأغنياء معا وهو من يقوم مقامه. فلا بد من الانتباه لهذه المسألة جيدا، والحل في هذا أن تأخذ الجمعيات وصناديق الزكاة ولجان الزكاة توكيلات من الفقراء بأعينهم، لا يصح لها أن تتصرف إلا بإذنهم، فتقبض لهم الأموال وتدخرها بإذنهم لهم وتخرجها في المواعيد المقررة بالأقساط، ولو ضاعت لم يكن على الأغنياء شيء، كما إذا وضع الفقير ماله عند رجل فضاع ذلك المال بلا تفريط، إذا فرطت الجمعيات لازمها أن تضمن لأنها يد أمانة، فإذا فرطت تضمن القائمون عليها يضمنون. قال الشافعي وأصحابه إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل. ووجب صرفها إلى الأصناف 7 الباقين إن ولدوا، وإلا فللمولود منهم، ولا يجوز ترك صنف منهم مع ولوده، فإن تركه ضمن نصيبه. الشافعي رحمه الله يرى وجوب تقسيم مال الزكاة على الأصناف 8 إلا من عدم منهم، فإذا لم يوجد العامل سقط السهم وجب التقسيم على 7، إذا عدم سهم المجاهدين وجب التقسيم على 6، إذا عدم سهم الأرقاء وفي الرقاب قسم على 5، وهكذا يرون هؤلاء شركاء بالتساوي. هذا كلام ضعيف جدا، لماذا؟ لأن اللام للتمليك، وهذه الأصناف إذا وضع شيء من الزكاة في شيء في واحد منها
فقد أجزأ صاحبه لأنه ملكه لواحد من المستحقين للزكاة، ولا يلزم عد جميع الفقراء، وإلا لو كان كذلك لو كانت أصناف الثمانية بالتساوي لوجب معرفة عدد جميع الفقراء وعدد جميع المساكين لكي يكون كل واحد منهم له إيه؟ لا ده مش مبقاش ثلاثة، ده لازم يعرف كلهم، ده هنقول نلزمهم بذلك. إذا قلتم بوجوب التقسيم على الأصناف الثمانية وبالتساوي لكل وضمان نصيب من لم يأخذ، هذا يلزم منه أن يوزع على كل الفقراء وعلى كل، يلزمكم ذلك. أنتم لا تقولون به لأنه أمر غير ممكن، ولكن طالما أنكم أقررتم أن بعض الصنف يأخذ فبالأولى فبعض الأصناف يأخذ أيضا. لا ده يقولوا لازم نصيب، والكلام ده بيقولوا التساوي. وقال إبراهيم النخعي: إذا إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد. وقال أحمد بن حنبل: تفريقها أولى ويجزئه أن يضعه في صنف واحد، وهذا الصحيح. وقول مالك، وقال مالك: يجتهدون بتحري موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى في الأولى من أهل الخلة والفاقة الحاجة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر حولها إليهم. وقال الأحناف وسفيان الثوري: هو مخير يضعها في أي الأصناف شاء. هذا من جهة الدليل أصحها. المذهب أحمد في أولوية فقط مع الإجزاء في صنف واحد وفي بعض أفراد الصنف الواحد. هذا مروي عن حذيفة وابن عباس، وقول الأحناف وسفيان الثوري مخير، مروي عن حذيفة وابن عباس، وقول الحسن وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح. قال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف، يعني إذا كانت زكاته لا تبلغ به أن يكون غنيا تجب عليه الزكاة، إنما يأخذ كفايته. نعم، نقول كل واحد من الأصناف يأخذ كفايته، وليس أنه يأخذ مال الزكاة كله مثلا من الأغنياء جميعا. سبب اختلافهم ومنشأه. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة. في منازعة في أن اللفظ يقتضي ذلك. هذا لهؤلاء لا يلزم منه القسمة. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على عدم القسمة. ومثل هذا قالوه أيضا في خمس الغنيمة ومصارف الفيء. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستوعب كل الأصناف الخمسة المذكورة في ذلك، وإنما كان يقدم حسب الحاجة. قال: والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة، إذ كان المقصود بها سد الخلة، فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، أعني أهل الصدقات، لا تشريكهم في الصدقة. فالأول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى. نحن ننازع أن هذا اللفظ يقتضي التقسيم والتشريك. قال: ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. حديث ضعيف لا يثبت، ولو ثبت لم يكن فيه نص على أن لا بد من تقسيمها، ولكن أجزاء يعني أصناف، حيث قال: إن كنت من تلك الأجزاء،
فجزء بمعنى صنف. ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعية. قال في الروضة الندية: وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام، والحاصل أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائرة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم. لما نيجي ندور ان واحد مثلا زكاة ماله طلعت 100 جنيه، هنأمره ان هو يوزع ايه 12.5 جنيه على فقراء بلده، و12.5 على مساكين بلده، و12.5 على ابناء السبيل والغارمين مثلا يعني. وربما يعني كان التفريق في ذلك لا يسد حاجة ولا يحقق مقصودا من الزكاة. قال: بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه. ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة، تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم. لا الحكام ولا الأفراد كانوا بيقسموا الزكاة بهذه الطريقة. كان في بيت مال وفي أموال الزكاة، توضع الزكاة في بيت المال وإبل الصدقة، ومن أخذ شيئا ومن احتاج شيئا إيه أعطاه الإمام، وليس أنه كان يقسمها قسم للفقراء قسم للمساكين قسم، وأن هذا لا يأخذ من هذا ويحبس هذا حتى يظهر مستحقه مثلا. هذا لم يكن كذلك، هذا فيه حرج ومشقة بالغة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم. يأخذ جفايته، هو ممكن يأخذ بقر، ما هو زي ما تكون كثير أوي، لا مش كثير، هو ناخد دلوقتي طلعت أمال الأنصبة اللي بتطلع من هذه الأشياء بتطلع على بعضها، يعني يراعى حال الفقير نفسه. يراعى حال الفقير. نكمل الكلام. يقول: وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا فضلا عن أن يكون عددا. يعني داخل كل صنف ما هو مقتضى التقسيم، لو انت قلت التقسيم اللام للتقسيم، طب الفقراء ظاهرها العموم، يبقى الواجب علي ان انا اقسم على جميع الايه الفقراء، ده حاجة فوق الاحتمال، ده مجزوم بان هذا مما لا ترد به الشريعة. ان انا مثلا اجي في الاسكندرية ويلزمني ان انا اوزع زكاة مالي على ايه، على تمنها على جميع فقراء الاسكندرية ولف عليهم واحد واحد ودي كل واحد كم قرش مثلا، غيره باتفاق العلماء ليس حاصلا. لو قلت ان اللام تقتضي كده تقتضي القسمة هيبقى، والفقراء للعموم يبقى يلزمك، والمساكين للعموم يبقى يلزمك، وانت لا تقول لازم ترجع الى ان اللام ليست للتقسيم وانما لتمليك مجموع هؤلاء مجموع الزكاة. اذا تقرر لك هذا لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الدفع إلى سلمة بن صخر من الصدقات للاستدلال بها، كان عليه كفارة لم يجدها فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق ويؤدي كفارته منها. كان عليه كفارة ظهار، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ إيه؟ يذهب إلى صدقة بني لا إلى بني زريق ويأخذون صدقتهم. هذه نوع واحد خد إيه؟ كل زكاة الناس. يقول: ولم يرد ما يقتضي إجابة توزيع كل صدقة على جميع الأصناف، وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم، لأن تلك أيضا صدقة جماعة من المسلمين وقد صرفت في جنس الأصناف. فالحقيقة أن دي أدلة
على قول الجمهور بأنه يجزي أنه يصرفها في إيه؟ في الصفحة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ما قالش باقي الأصناف، أجزأه إذن هذا الذي فعله. يقول وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي اللي هو حديث إن كنت جزءا إن كنت بتلك الأجزاء، وذكر حديث متقدم ثم قال لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد، وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج. فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصاريفها كما هو ظاهر الآية التي قصدها صلى الله عليه وسلم. ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره. يعني إيه؟ ما لقيناش أرقاء، يبقى خلاص خليه قاعد الصنف ده لغاية ما إيه؟ ما يجي أرقاء. يبقى خلينا بقى 200-300 سنة، الله أعلم 500 سنة، والأموال محبوسة وما نطلعهاش. يقول وهو خلاف الإجماع من المسلمين. وأيضا لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام لا باعتبار صدقة كل فرد، فلم يبقى ما يدل على وجوب التقسيط، من كل واحد يأخذ ثمن قسط، بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضا آخر. نعم، إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية كان لكل صنف حق في مطالبته ما فرضه الله، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء. نعم، بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر، وله أن يعطي بعضهم دون بعضهم إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله. مثلا إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة، فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف عليهم، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين. يعني الدنيا دلوقتي فقر شديد والناس مديونة، والمع الفقراء والمساكين أشد الأصناف، يبقى نبادر إلى إيه؟ تخصيصهم بذلك، أو نخصصهم تصرف لهم الزكاة أولى من غيرهم. يقول هذا هو أرجح الآراء وأحقها. من يحرم عليهم الصدقة؟ ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة وأصناف المستحقين، وبقي أن نذكر أصنافا لا تحل لهم الزكاة ولا يستحقونها، وهم الكفرة والملاحدة، وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء، ففي الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. يقول لك ده مش كفرة، اللي يقول كده هو اللي كفر، الذي يدعي أن غير المسلمين ليسوا كفارا فهو الكافر، لأن هذا مناقضة لصريح القرآن. قال ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه، وهذا أمر قد سبق أن هناك أصناف من المؤلفة قلوبهم على قول بعض أهل العلم ممن يرجى إسلامهم ويرجى بإسلامهم إسلام قومهم. قال ويلوز أن يعطوا من صدقة التطوع، يلوز إعطاء الذميين والمعاهدين والمستأمنين بل والكفار الحربيين من الصدقة حسب المصلحة، فإن المن أصلا هو نوع من العطاء. المؤلفة قلوبهم يمكن كفار، مع قول الطائفة من أهل العلم كفار يمكن أن يعطوا من الزكاة،
ما هو المؤلفة قلوبهم دول لو انت تفتكروا الكلام بعض أهل العلم قالوا يا إما ناس ضعاف الإسلام يتثبتوا أو لأنهم لهم حسنوا الإسلام ولكن لهم مكانة في قلوب الناس أتباعهم فلما يخدم أقوامهم هيتثبتوا على الإسلام. قوم من المسلمين في الثغور يعطون لما يرجى من دفاعهم عن الإسلام هيتقووا بذلك. والصنف وبعد كده في أقوام من الكفار من يرجى إيمانه بتأليفه ومن يخشى شره فيرجى كف شره. ده كلام طوائف من العلماء بعضهم أنز إن الأصناف دي من الكفار اللي فيها خير وشر يرجى خيره أو يدفع شره يجوز إنهم يتعاطوا من إيه؟ من سهم المؤلفة قلوبه. وقلنا في ناس قالوا سهم المؤلفة قلوبه قد سقط لكن الصحيح إنه لم يسقط ولكن عند الحاجة إليه. يجوز أن يعطى الذميون والمعاهدون من صدقة التطوع للكفار كما ذكرنا عموما. ففي القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير في لا يكون إلا كافرا الأصل فيه ذلك الأغلب الأعم فيه أنه كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأسير الذي قال له إني جائع قال هذه حاجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس الأسرى ويطعمهم أثناء هذه المدة. وفي الحديث صلي أمك وكانت مشركة. الصنف الثاني ممن لا حق لهم في الزكاة بنو هاشم والمراد بهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. يبقى مفروض السادة والأشراف لأنه نسل الحسن والحسين لا يحل لهم أن يأخذوا الزكاة. كل من كان من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. كخ ليطرحها ليلقيها من يده. متفق عليه. لا الصدقة عموما لا يأخذها آل محمد. لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيدها كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم من قصة سلمان أنه إذا قال عندما قال له هدية أكل منها وعندما قال الصدقة لم يأكل. قال واختلف العلماء في بني المطلب فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم لما رواه الشافعي وأحمد والبخاري عن جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فأتيت أنا وعثمان ابن عفان جبير بن مطعم ابن عدي ابن الخيار قال فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم إنه من بني هاشم عليه الصلاة والسلام فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. لأن بنو نوفل وبنو عبد شمس نوفل وعبد شمس والمطلب وهاشم إخوات فليه أصبح فبيقولوا اشمعنى دول اديت انت الأخين أولاد لهم هاشم والمطلب وتركت نوفل وعبد شمس أولادهم. فبيقول لو يبقى خلاص تاخدوا بنو هاشم هم اللي يوضع لهم ذلك اللي هو سهم ده في الغنيمة وفي الفي مصارف الفي فهم حرموا من الصدقة وأخذوا من الغنيمة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد
وشبك بين أصابعه. قال ابن حزم: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلا، لأنهم شيء واحد بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. فصح أنه آل محمد، وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام. وطبعا أصل القضية دي إن الذين دخلوا الشعب مع بني هاشم كانوا مين؟ بني مطلب. وعن أبي حنيفة أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة، والرأيان روايتان عن أحمد. وكما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على بني هاشم، حرمها كذلك على مواليهم اللي هم كانوا أرقاء عندهم وأعتقوهم فصار ولاؤهم لهم. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، بيقول لأبي رافع، قال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله وأنطلق. فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. قال الترمذي: حسن صحيح. صحيح الشيخ الألباني. رواه أحمد وأبو داود أيضا. اختلف العلماء في صدقة التطوع، هل تحل لهم أم تحرم عليهم؟ قال الشوكاني ملخصا الأقوال في ذلك: وأعلم أن ظاهر قوله لا تحل لنا الصدقة عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي رحمه الله الإجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد. قال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، انه يصرح مثلا بالجواز الصدقة التطوع عن الإمام أحمد. قال: وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أكثر الحنفية، وهو الصحيح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية، أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض. قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس، ولذلك وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع. وقال في البحر: خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف. فالصحيح عدم الجواز. قال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض، لأن الدليل لم يفصل. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. يبقى خلاص كل الصدقات. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.